تعال نعلق على الشوربه على طاجن لسان العصفور واحنا شغالين كده يا حسن. حط معلقه سمنه، حط بصلايه، معلقه سمنه وبصلايه عشان اعمل طاجن لسان العصفور، وما عندي معلقه سمنه، ربنا يكرمك، معلقه سمنه وحمص فيها كوبايه لسان عصفور، تاخد اللون الذهبي الفاتح. خطواتك كده كلها، ربنا يكرمك يا حسني. وفي نفس الوقت وانا بدبل بعمل كوبايه لسان عصفور، بحمصها لون ذهبي فاتح عشان ما تاخدش الغامق، تقليب مستمر عشان تاخد اللون الذهبي الفاتح. والطاجن بتاعها حسني بيقول لك عليها، احط 5 فصوص توم قطع، واحط جزرتين متقشرين متقطعين مكعبات. خطواتك كده كلها قدامك، واكون حريصه عشان لسان العصفور ياخد اللون الذهبي الفاتح عشان يشرب الشوربه. وانا بسوي الخليط ده، اسوي الكبد والقوانص اللي انا هعمل الطاجن بيه. جمالك يا حسني. واحط بصلايه للكبد والقوانص، واحط نص معلقه ثوم، بعد الثوم بعد البصل ما يدبل ويبقى شفاف، واحط الاول القوانص بتاعتي قبل الكبده، اولويه السوى القوانص، واتبلها شويه من الملح وشويه من الفلفل، واحمص لسان العصفور، واقلب الماده الدهنيه والبصل والثوم والجزر. خطواتك كده كلها قدامك، لسان العصفور جاهز كده، اسحبه بره النار عشان مش محتاج اكتر من اللون ده. وبعد ما دخل في السوى القوانص احط الكبده بتاعته، وبقيه الخليط بتاعي انزل له طماطميه لحم، كوسايه، قرن فلفل اصفر واخضر واحمر، نص ونص ونص عشان اعمل طاجن لسان العصفور بتركاتك وحركاتك. واروح منزله لسان العصفور اللي انا حمصته، معلقه سمنه على الخليط ده، وياخد ويدي معايا. خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. واشوف الكبد والقوانص بتاعتي، خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. 5 كوبايات من شوربة الفراخ، وحورهم كويس يتشربوا، وأول ما يتشربوا يا حسني اروح جايه مهديه النار عليهم، وبعد كده احطهم في الطاجن وادخلهم الفرن بتاعي. عملت الطاجن بتاع الكبد والقوانص بلسان العصفور، وغطيته بالالومنيوم فويل بعد ما اتشرب كده يا حسني. عملت الطاجن وغطيته وادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه، يتشرب ويبقى زي الفل.